خزران. واحدة بيركب قدام واحدة بيركب ورا. راح تشوف مراتك تضرب دقيقة بعد عمري خلنا شخص. اسمع اسمع خالي اكبر من شوف كلام اخوي فوزي حدر رجال اكبرنا وافهمنا وبعدين احكمنا زماتي يقول لك تعلم من تعلم واثقلنا احنا قلنا بسم الله بسم الله عزمت عوار من عينكم بسم الله عليك عزمت عوار احترم خالك عشان تطلب الناس يحترمونه شيك يا اخو طجمة والله غلط عليك رب البيت طجمة ايش معناه طجمة كمل طرمبه ايش معناه طجمة طجمة كلمة كلمة قطي تونة يلا عاد خلونا نمشي عاد يلا خلصوا متاخرين مشكله ذا حجمه مع الي ما يكفي ما يحتاج يجي يقعد لا 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 ايش فيه ايش فيه ايش علينا هذا النار اكبر من حجمه ما ينلوم يا ابو يا ابو ما طب تعال يا فوزي يا حبيبي ما يكفي قدواره ما يكفي ده ما شاء الله ما يفهم ما شاء الله عن أربعة ده حجب عائلة حجب عائلة عافية سند العج هذا يلا توكلنا على الله تعال انت برهيان أنا عندي إذا بترهيان تعال في لك محل أنا وين بتقعدة برهيان يلا حبيبي يلا هذا غداله جاهز هذه المرقه صنعها على التسخين هذا الرز ما شاء الله جاهز وهذه اللحمه ما شاء الله تبارك الله تحمير وشغل عدل وكلش تمام ما عدا ازعاج النوري النور دخلتك تفجر الدنيا العصير مفتوحة صب لي منها شوف انت كاسة شوف هذا سوى عنها على المرتفع دور شوي صب لك صب والله جرى هنا رهيب صعد انا ما حط ثلج ذي اللي كثير عندي لوز عندي مشاكل يلا بالرضا والعافية يا حبايب قلبي طبعا اليوم متواجدين في مدينة الحب في الرياض جايين مخصوص إلى أرض المعارض مشاركين في الملتقى السياحة السعودي طبعا مهتمين السياحة أعتقد ضروري أنكم تجون وتشرفون وتنورون نحطكم على الرأس يا حبايب قلبي ملتقى السياحة السعودي حاجة مختلفة طبعا أول مرة يقام هذه السنة في 2023 تقريبا بادي من اليوم الى مده 3 ايام فلا تفوتونها ضروري انكم تجون وتنورون وتتعنون ضروري يا حبايب قلبي طبعا مشاركين معانا شركات ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله من شركات طيران من شركات سفر فلايناس كل الشركات الاغويه ما شاء الله تبارك الله متواجده ومشاركه في المعرض السياحه السعودي حياكم الله وارجع وعيد واكرر المعرض تقريبا الى مده ثلاث
ما شاء الله تبارك الله يا اهل الصاقة، عندكم منطقة في عمان ولا تتكلمون حركات يا الصاقة. ما شاء الله تبارك الله يا اهل الصاقة. الحمد لله ابشركم وصلنا بالسلامة. اول حاجة نسويها جينا ناخذ لنا شرايح. الحمد لله.